حراس الجسم، كريات دم بيضاء، مناعة، شو يعني كل هدول؟ مرحبا، اليوم رح أكون معكم واسمي فكرة. اليوم رح أحكي لكم عن حراس الجسم. حراس الجسم هم اللي بيحمونا من كل الأمراض اللي بتفوت أجسامنا، وهي اللي بتتمثل بجهاز المناعة. بس شو يعني مناعة؟ المناعة هي مجموعة من العمليات الحيوية اللي بيقوم فيها أجسامنا عشان يحمينا من كل السموم والأجسام اللي بتدخل على جسمنا. تخيلوا معي إنه أبرز أعداء الجسم هي كائنات حية كتير صغيرة ما بنقدر نشوفها بعيننا المجردة، وبنحتاج لمايكروسكوب عشان نقدر نشوفها وبنكتشفها. سمعتوا بالتأكيد عن قانون الدفاع اللي أقرته الدولة عشان تحمينا وتحمي بلدنا ضد جائحة كورونا. بس كيف ممكن جسمنا يحمينا من كل هالشغلات؟ أنا رح أحكي لكم اليوم كيف. في عنا بجسمنا جهاز اسمه جهاز المناعة، وهو اللي بيساعدنا على حماية أجسامنا من أي عدو بفوت على جسمنا. المناعة عنا بتنقسم لقسمين، المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة. خليني أحكي لكم عن المناعة الطبيعية. هي مجموعة من العوامل الطبيعية اللي بتكون موجودة بأجسامنا من أول ما ننولد، وكمان في عنا أمثلة عن خط الدفاع الأول لأجسامنا، وهو الجلد اللي بيحمينا من دخول الجراثيم والبكتيريا داخل أجسامنا، وفي عنا كمان اللعاب، وفي عنا المعدة، وكمان الأذن. شو عم تحكي؟ عم تمزحي؟ يا أطفال، لازم كليتنا نسكر عيوننا وأنفنا وتمنا عشان نقدر نمنع الفيروسات والبكتيريا إنها تفوت على أجسامنا. ما في داعي نسكر الأنف أو التم أو العين، لأنه في إشي بجسمنا اسمه الجهاز المناعي بيحمينا من الأمراض والسموم والأجسام الغريبة. وهناك خلايا وظيفتها ابتلاع الأشياء الغير مفيدة بجسمنا، وهاي تسمى بالخلية البلعومية. بس إيش يعني الخلية البلعومية؟ الخلية البلعومية بتقوم بإحاطة جسم الفيروس وابتلاعه بغشائها البلازمي حتى يتم إحاطته بالكامل ويصبح داخل الخلية، وعشان هيك البكتيريا والفيروسات ما بتفوت لأجسامنا. زي ما حكينا إنه في نوعين من المناعة، هلأ رح نحكي عن المناعة المكتسبة. شو يعني المناعة المكتسبة؟ المناعة المكتسبة اللي بيكتسبها الإنسان خلال حياته، وبتنقسم للخلية البائية والخلية التائية، وإذا جمعناهم مع بعض بيطلع عنا المناعة المكتسبة. في حال دخول أي جسم غريب لأجسامنا بتقوم الخلية البائية بإنتاج أجسام مضادة حتى تحارب الفيروس. إما الخلية التائية هي تسمى بجنود السيطرة، وسميت بهذا الاسم لأنه مكان نضوجها بالغدة الزعترية. رح أترككم هلأ مع سؤال من صديقي حمزة للدور على إجابته. أنا سمعت ناس بيحكوا إنه في أمراض مناعية، بس إيش يعني؟ خط الدفاع الأول في جسم الإنسان هو جهاز المناعة، اللي بيساعدنا نقاوم الأمراض وبيحارب طول الوقت الفيروسات والبكتيريا اللي بتدخل لجسمنا. جبت لكم كتاب بيحكي عن جهاز المناعي، اللي فيه كتير معلومات بتشرح لنا أكثر عن معركة جسمنا ضد أي أجسام غريبة بتدخل عليه. اتذكروا دائماً تلاقوا إجابات لأسئلتكم داخل الكتب، وعشان هيك خلوا المكتبة وجهتكم الأولى.